أدخل الـ XI على الحدود، أوكي، وحيكون عندي أيضا الـ minus minus XI YI أحوله للطرف الآخر، ولا أنسى summation همين أدخله على الحدود. حيبقى عندي الـ XI في A في الـ XI سكوير، فراح يصير A summation XI تكعيب. الحد الآخر هو B في summation الـ XI سكوير زائدا الـ C هنا أنا في summation الـ XI، وأساويها طبعا لهذا الحد الآخر. حتكون عندي normal equation الثانية. الـ normal equation الثالثة اللي حتكون عندي همين أشتقها نسبة للـ C، فراح يكون عندي هذا بالشكل. إذا اشتقيتها نسبة للـ C المعادلة هذه، أوكي، فش راح يبقى عندي؟ هذا الحد يروح صفر صفر، هذا أيضا صفر، راح يبقى عندي بس السي. أشتقى نسبة للسي حيكون واحد، عندي هنا نوع ماينس فصير ماينس ون، فهذه هي تكون مشتقتها. هم أنا أدخل الصميشن على الحدود وأرتبها، والاثنين راح تنشال مثل ما وضحنا قبلها، فصير عندي هنا أنا ماينس صميشن اكس اي سكوير زائدا بي صميشن الاكس اي زائدا. احنا هنا نشرح يصير عندي صميشن السي، summation c من وين؟ من واحد للان. اذا بدل ما اقول summation c من واحد للان، اقدر اقول شنو؟ الان في السي، نفس الشيء، بدل ما اجمعها عدد n من المرات اضربها في الان واحصل على نفس summation، يساوي لي شنو؟ طبعا summation of y. هذه عندي 3 normal equation. قلنا ال xi وال yi معلومة من القراءات الموجودة عندي، راح يبقى المجهول منه ال a وال b وال c. الـ N هي عدد القراءات اللي عندي. 3 normal equation، 3 مجاهيل، أوكي، راح أقدر أوجدها وراح أعوضها بالمعادلة الـ second degree curve، أوكي، راح تقدر تكون معلومة عندي هاي المعادلة. راح يكون فقط لكل قيمة X أقدر أوجد أي قيمة للـ Y، لأي قيمة من الـ X أقدر أوجد قيمة الـ Y اعتمادا على هذا الـ curve اللي أنا فرضته. طبعا حتى للسهولة، حتى إذا تريدون تحفظون النورمال إكويجن، فبس مجرد إنه هي هاي المعادلة أول وحدة أدخل عليها الصميشن على الحدود، إذا تلاحظون هي نفسها بس داخل عليها الصميشن. المعادلة الثانية صميشن وأضربها في الإكس آي، أوكي، كل الحدود أضربها أدخل عليها الصميشن وأضربها في الإكس آي أحصل على المعادلة الثانية. المعادلة الثالثة أدخل الصميشن على كل الحدود واضربها في الـ XI سكوير. إذا أول معادلة بس مجرد الـ summation على الحدود، ثاني معادلة أدخل الـ summation على الحدود وأضربها في الـ XI،